السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. مباراة قوية جدا جدا هتجمع المنتخبين المصري الأولمبي ومنتخب أسبانيا في أولى مواجهات المجموعة الثالثة ضمن فعاليات طوكيو 2020. المجموعة الثالثة اللي بتضم أربع فرق من ضمنها مصر والأرجنتين وأستراليا وأسبانيا، الفرق كلها تقلق في المجموعة وعلى أمل إن المنتخب المصري يحقق أي شيء في هذه البطولة. تقام المباراة يوم الخميس الموافق 22/7/2021 في تمام الساعة 8:30 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9:30 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 10:30 صباحا بتوقيت كل من مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 11:30 صباحا بتوقيت الإمارات العربية. وفي تغطية حصرية جايب لكم أهم القنوات اللي هتذيع المباراة دي بالمجان. وأيضا في نفس اليوم هيقام أكثر من مباراة من ضمنها البرازيل وألمانيا، وهتلعب فرنسا أيضا مع المكسيك في نفس اليوم. أول قمر معانا القمر التركي موقع 42 درجة شرق، موجود على تي ار سبورت اللي أعلنت نقلها لمباريات طوكيو أو بأكثر من 50% من فعاليات الأولمبياد، يعني أكتر من 50% من المباريات هتتفرج عليها القمر التركي بالمجان. موجود عليه 3 ترددات 11.096 معدل الترميس 30,000 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، و 11.958 معدل الترميس 27,500 والقطبية في أو فيرتيكال أو راسي، وآخر تردد بيعمل بنظام الاتش دي 11.054 معدل الترميس 30,000 والقطبية في أو فيرتيكال أو راسي. تاني قمر معانا هو آموس وموقعه 4 درجة غرب، موجود عليه قنوات الشيرنج وسبورت 5 و 5 بلس، موجودين على تردد 10.972 معدل الترميز 30,000 والقطبية في أو فيرتيكال أو رأسي. نلجي لقنوات يورو سبورت، ودي موجودة على هوت بيرد 13 شرق، موجودين على تردد 11.258 معدل الترميز 27,500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي. وأي أمر موجود على قنوات يورو سبورت أجزاء إن شاء الله البطولة كلها بالكامل أو فعاليات الأولمبياد طوكيو 2020 كلها بالكامل. وفي حالة زور أي قنوات مجانية أو أمر مجاني إن شاء الله أوفيكم بيها على طول أول بأول في الفيديوهات اللي قدمها لكم خلال البطولة. وبكده الأمر التركي هيذاع أكتر من 50% من مباريات طوكيو 2020. الأمر موقعه 42 درجة شرق وسهل استقباله بأطباق تبدأ من 60 أو 70 سنتي، وموجود عليه أكتر من تردد للقنوات التركية وتي أر تي وتي أر تي سبورت، مع كل تمنيات للمنتخبات العربية والمنتخب المصري بالتوفيق. وتمنياتي للجميع بمشاهدة ممتعة، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.